بسم الله في الابن والروح القدس الآن الواحد الأمين. النهاردة الإصحاح الثالث من سفر الرؤيا كنيسة سردس. أنت تعودنا في كل كنيسة إنه بيقول لها أكتب إلى ملاك الكنيسة، ملاك الكنيسة ده هو أسقف الكنيسة أو راعي الكنيسة، يقول له أنت فيك صفات كويسة ويقعد يشكر فيه، وبعدين يقول له بس عندك العيب الفلاني والعلاج أهو كذا والمكافأة إيه. هنا بقى الكنيسة دي الوضع مش زي كل مرة، ليه بقى؟ هيقول له واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سردس. سردس دي بلد كانت غنية، معناتها البقية أو اللي فاضل، وكل كنيسة المعنى بتاعها منطبق على حالتها الروحية، والكلام موجه ليك لكل شخص لينا. يقول له انت اللي فاضل فيك بس حاجة واحدة كويسة او حاجة قليلة كويسة، لكن انت المشكلة بتاعت الكنيسة دي ان سمعتها كويسة وان شكلها قدام الناس اخر قديسين، اللي هي المثل اللي انتوا عارفينه من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، اللي هو الواحد شكله كويس قوي وهو من جوه منهار خالص. فعشان كده ما ابتداش يقول له اشكرك على الحاجات الكويسه اللي فيه، كان حتى الحاجات الكويسه اللي فيه مش عاجباه لانها شكليه كويسه بس قدام الناس. فاول ما كلمه دخل في العتاب يقول له واكتب الى ملاك الكنيسه التي في سردس، معناتها البقيه البقيه. هذا يقوله الذي له سبعه ارواح والسبعه كواكب، بيدي نفسه صفه تتناسب مع حاله الكنيسه الروحيه. ايه حالة الكنيسة الروحية؟ يقول له انا اعرف اعمالك ان لك اسم انك حي وانت ميت. مشكلتك ان انت شكلك قدام الناس كويس وانت من جوه منهار، تروح وتشتغل وتيجي فيك اخلاق طيبة ولطيف وجنتل، لكن من جوه انت قدامي ميت، انت قدام الناس عايش موجود، بالنسبة لي انا ميت. كلام ده انطبق لما المسيح قاله على مين؟ على ابن الضال، ضرب مثل لابن الضال. اول ما رجع قال لهم ابني هذا كان ميت. ما هو كان عايش ولا كان ميت؟ هو الحقيقه كان عايش، لكن بالنسبه له كان ميت. فاحنا ساعات نبقى قدام الرب في الحاله الروحيه دي، عايشين اهو ناكل ونشرب ونروح ونيجي ونشتغل، والأسوأ بقى اننا نكون بنصلي ونمارس صيامات ونمارس حياه روحيه ونحضر كنيسه وما فيش مانع نتناول، إنما من جوه ميت. عشان كده لما المسيح ابتدى يكلمه ما قالوش انت فيك صفات كويسه وده كان عندي عليك، قال له حتى كان فيك حاجات كويسه مش عجباني، ابتدى على طول بالعتاب، حتى ان كان فيك حاجات عدله مش عليا انا ده قدام الناس. دي تمثيليه. اول حاجه بيقول له انا عارف اعمالك، وكل واحد كان بيقول له انا عارف اعمالك في الكنائس اللي قبل كده كان بينبسط، يعني في الكنيسه يقول له انت الكنيسة اللي فاتت تقول له أعمالك الأخيرة أحسن من الأولى، يعني أنت دلوقتي تقدمت. ده هنا أنا عارف أعمالك، واضح إن أعمالك مش كويسة. وأنا عارف أعمالك، يعني بص أنا عارف كل حاجة، يعني كانت الناس مش كاشفاك بس مش عليا، أنا كاشف اللي في قلبك، كاشف أفكارك، كاشف كشفك كلك، أنا عارف. هنا دي تخوف. كلام لما المسيح يقول له واحد على فكرة انا عارف كل حاجه وهو كله غلط، يبقى طبعا الواحد يدوب. يقول له انا عارف اعمالك ان لك اسم انك حي وانت ميت، انت قدام الناس عايش لكن مش عليا. رصيدك عند الناس سمعه طيبه تقوى، الكلام ده المسيح قاله للكتبه والفرسين لما جم قال لهم. الكتبه دول كانوا طول النهار يكتبوا في العهد القديم، والفرسيين يعلموا الناموس للناس. جه المسيح مش قال قدام الناس اخر تقوى واخر قداسه ومدققين في كل حاجه وبيعلموا الناس التدقيق، لا دي تتعمل كده ودي ما تتعملش كده والصمت كده ويعني واخدين بالهم من كل حاجه. وجه المسيح ما مش بس قال لهم يعني انا مش مبسوط منكم، ده قال لهم الويل لكم، الويل لكم، الويل لكم، الويل لكم، يعني ولا حاجه اللي انتوا بتعملوها دي، المظهر بتاع الناس ده مش عليا انا، ما نتخدعش بالمظهر. المسيح قال لهم كده، قال لهم تشبهون قبورا مبيضه خارجها يظهر حسن وداخلها مولود عظام اموات ونجاس، يعني انتوا عاملين زي القبر
من بره رخام وشيك ومن جوه نتانه. الايه الرساله دي مؤلمه وتفوق الواحد. وانت خلي بالك، انت حريص على شكلك قدام الناس ولا حريص على شكلك قدام ربنا؟ فاكرين خطيه حنيه وسفيره ليه ماتوا؟ كانوا حريصين على شكلهم قدام الناس. يبقى شكلنا ايه لو ما ادناش فلوس؟ كل الناس بتبيع وتحط، هنبقى اقل من الناس. فراحوا عملوا كده. بطرس سالهم قال لهم دي الفلوس كلها؟ كان ممكن يقولوا لا، احنا اخذنا منها جزء عشان محتاجين. قال لهم ربنا يعوضكم، شكرا، انا ما اجبرتهمش. بطرس الرسول قال لهم اليس وهو باقي كان لكم؟ ومش هو كان بتاعكم؟ انا قلت لكم اعملوا كده. انما دول الخطيه بالعكس، ان حريصين على المظهر قدام الناس ومش مهم ربنا. هو القداسه العكس كده بقى، ان انت ربنا يقول لك انا اللي عارف. عشان كده لما ربنا شاف يوحنا المعمدان وقال ده اعظم مواليد النساء، بنقول دي حاجه جميله قوي. احنا ما نعرفش عن يوحنا المعمدان حاجه غير لما ابتدى يظهر في خدمته ويقوم بدوره ويقول هيرودس، لكن نعرف عنه ايه؟ انما هو اعظم مواليد النساء لان ربنا قال انا عارف. عشان كده بدأ الكنيسه في الطقس بتحط يوحنا المعمدان اول صوره بعد المسيح، نحط بعضه على اليمين ويوحنا المعمدان على طول اول حاجه. ليه؟ عشان يوحنا المعمدان المسيح بنفسه اللي قال انا عارف، ده اللي عارف كل حاجه، قال ده اعظم مواليد النساء، خلاص مش هنقول في اعظم منه. او برضو اشعياء النبي في العهد القديم جه يقول للانبياء، يقول يعني ربنا بعت يقول للشعب، يقول لهم انتم بعد عني عبادات شكليه. حتى يقول لهم ايه؟ كرهت البخور بتاعكم، صلاتكم مكرهه قدامي. انت عارف زي ما يكون انت ابنك عارف انه بيخونك وبيسرقك وبيشتمك ويجي قدامك يمثل عليك الحب وانت عارف كل حاجه، فتيجي بقى مره تقول له بص بقى انا قرفت من التمثيل بتاعك ده، انت انا عارف كل حاجه، انت بتمثل عليا الحب وانت كل حاجه وشايفك بتشتمني في ظهري وشايفك بتعمل فيا كل حاجه. اشعياء النبي في توجيهه للشعب كان بيقول لهم كده، ربنا زهق من العباده الشكليه بتاعتكم من جوه، عشان هو عارف كل حاجه. انا عارف اعمالك، بيقول لكم انا عارف كل اللي بتعملوه، اللي من جوه ده هو ده اللي انا شايفه. يقول لهم لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرها لي، رؤوس شعوركم وعياتكم أبغضتها نفسي. أنا كرهت الاحتفالات بتاعتكم وأنتوا عمالين تعملوا عيد وأنتوا من جوه. لك اسم أنك حي وأنت ميت، بالاسم بس صايم، صايم. تقول لهم أنا صايم، هو الحمد لله ما كتب والفرسين كانوا بيصوموا. قال لهم مش عاجبني الصيام. ليه؟ هو الصيام ده غير أكل؟ هو أنتوا تصوموا بس تشيلوا الاكل الحيواني تحطوا اكل نباتي وتقولوا الحمد لله احنا صايمين والخطايا كلها هي واسوأ، ويمكن خطاياكم في الصيام اكتر من خطاياكم في الفطار؟ يبقى الصيام ده شكلي. لك اسم ان انت صايم وانت ما قدامي ولا حاجه. لك اسم ان انت بتحتفل بالعيد وعمال تعيد على الناس عيد الميلاد ميري كريسماس، ولا في اي عيد ميلاد، ولا انت ولا المسيح اتولد في حياتك ولا حاجه. تحتفل بعيد القيامه كريستوس أنستي، وبعدين ولا انت قمت من الخطيه، ولا انت بطلت تعمل حاجات وحشه. فلك اسم انك حي وانت ميت، دي تنطبق على حاجات كتيره احنا ممكن نطبقها. لك اسم ان انت بتدي الناس وبتساعد الناس، انت قدام الناس بس، انما انا جوه عارف ان انت بتعمل كده عشان يتقال عليك ان انت بتدي، ويتقال عليك ان انت بتساعد الكنيسه، وان من غيرك مفيش حاجه بتتعمل، بس انت همك الناس تقول عليك، وده في كل حته تقول على فكره انا اللي عملت دي. لك اسم ان انت بتدي وانت قدامي ما بتديش حاجه. عشان كده المسيح امتدح المراه اللي هي ذات الفلسيه. الناس كلها جايه بتدي كتير قوي وعماله الفلوس في الخزانه تطرقع، ودي دخلت غلبانه حطت فلسين. فراح المسيح علق عشان يفهمهم، ايه رايكم انا بقيس العطاء ازاي؟ اهي دول كلهم بيدوا عشان يوروا الناس انهم بيدوا، انا مش عايز منهم حاجه. انما دي بقى اللي بتدي من عوازها وهي خجلانه كده وحاسه انها حاجه قليله قوي، هو ده اللي انا فرحان بيها، هو ده العطاء عندي. فاهمين المسيح بيقول ايه؟ حاجات كتير بتعملها بالاسم قدام الناس جميله وقدامي انا ملهاش قيمه. ولذلك اذا كان الواحد عايز يصحح يهمه رضا الرب مش يهمه رضا الناس. اللي بولس الرسول فاهم القصه دي وقال ايه؟ ان كنت بعد ارضي الناس مش هبقى عبد للمسيح. انا ما يهمنيش ابدا ان انا ارضي الناس،
يهمني ان انا ارضي المسيح. وقصه القديس ابو مقار اللي اتهموه بالزنا، عنده واحد راهب اتهموه بالزنا، فراح ابو مقار وسطر عليه، وبعد كده قال له انت ما بينك وما بين نفسك مش مهم الناس تقول عليك، انت بقى خاطي توب. وهو نفس ابو مقار مره اتهموه بالزنا، واحده جت اتبلت عليه وقالت ده خلف مني، فمسكوه ضربوه اهنوه، والرهبان وعمالين ونقول عليكم كويسين، ما اهتمش، راي الناس مش مهم. جت الست تولد، ربنا عطل ولادتها، فاعترفت لهم قالت لهم انا افتريت على الراجل ملوش دعوه. فطيب جريوا عليه عشان يعتذروا له، ساب لهم الدنيا ومشي. ليه؟ احنا مش عايز رايكم، هو مش هو اللي هيهمني، انتوا تقولوا كويس، تقول قلت وحش، بالعكس ده كان مقصود بالشتيمه. زي ناس كتير بدات تعجبها القصه دي وتتلذذ بانها محتقره في نظر الناس، واحده اسمها الهبيله، واحد اسمه عبود عبد المسيح المناهري، سايب الناس تقول عليه عبيط، وانا سيمون مش كده، وبقى مش مهم تعبيرا على انه ايه، انا يهمني راي ربنا اللي فاحص كل حاجه. الخطايا العكس بقى، ان في ناس تهتم تماما ان الناس ما تعرفش عنها اي حاجه وحشه، من بره الله الله ومن جوه زي ما تعرفين يعني. فبيقول له واكتب الى ملاك الكنيسه ان لك اسم انك حي وانت ميت. حتى العالم يقول لك ايه، ابن الضال خد فلوسه من ابوه، خد الميراث من ابوه، معناه ان قال لابوه اعتبر نفسك انت مت بالنسبه لي، يلا وديني الميراث، انت مت انا مش عايزك، هات الفلوس انا عايز اورثك وانت حي. وراح خد الفلوس، خد المصاري، راح يقول رايح تعمل ايه؟ يقول لك رايح اعيش. لكن بالنسبه لنا احنا حتى يقول لك اعيش حياتي بقى، عايز اعيش حياتي. ده قدام ربنا انت مش بتعيش حياتك، انت رايح تموت، انت بتسميها عيشه، دي مش عيشه. ففي ناس احياء ولكنهم اموات، وفي ناس اموات في نظر الناس وهم احياء، زي كل القديسين اللي احنا بنشفع فيه، هو بابا كرولوس وفلان وفلان وملك جرجس وملمينا وكل الشهداء والقديسين وابو سيفين اللي انتوا عارفينهم، هم دول في نظر الناس انهم دول ناس ماتوا، انما دول احياء. والناس بقى اللي هي عايشه في الخطيه وممكن تكون غنيه وممكن تكون في مراكز، دي في نظر الناس انها اموات. شوفوا خطايا عزيز الكنيسه، بيقول له ايه، لك اسم انك حي وانت ميت. فقال له هذا يقوله الذي له سبعه ارواح. سبعه ارواح هنا بمعنى الروح القدس الذي يعمل في الكنيسه من خلال الاسرار السبعه، والذي يعمل عمل كامل. سبعه يعني كامل، يعني عمل كامل في الكنيسه. طب وده نفس الصفه دي ليه؟ يقول له مش انت ميت، انا عندي سبع ارواح، حتى ان كنت ميت خالص هقومك. والمسيح اقام موتى كتير، والموت رمز الخطيه زي العظم، حتى ان كانت الريحه طلعت يعني ريحه الخطيه فاحت وبقت سمعته سيئه وبقى ضايع، في امل في رجاء، زي انبوس الاسود، حتى ان كان انت خالص ويعني رئيس عصابه وكل الشرور فيه، يقول له بس ما تخافش، يعني انا اقدر احيي، انا ليا صفه اني عندي سبع ارواح، اعمل عمل كامل من خلال الروح القدس من خلال اسرار الكنيسه، وهعمل فيك عمل كامل، وحتى ان كنت ميت هقومك. يعني انت عايز ايه اكتر من كده؟ حتى ان كنت خلاص انتهيت في نظر نفسك، انا فتيله مدخنه لا تطفئ، لا اطفئ. انا عارف اعمالك، انا لك اسم حي وانك ميت. والسبعه كواكب، كن ساهرا، بيقول له لك ممكن نقول خطايا الاسقف زائد بكنيسته، ان انت ميت، ليك اسم انك حي وانت ميت، ليك اسم ان انت حي يعني عايش في الرياء، شخص مرائي، اهم حاجه انك بتمثل قدام الناس ان انت كويس، انت مرائي كمان، كسلان. كسلان ليه؟ يقول له ايه، لم اجد اعمالك كامله، بعد شويه اقول له في ايه اتنين، لم اجد اعمالك كامله. كل واحد كان بيقول له اشكرك على اعمالك اللي هي وهي وهي، طب هو الراجل ده ملوش اعمال؟ ما هو ليه اسم انه حي، ليك اعمال قدام الناس، لكن بالنسبه لي دي مش كامله. مش كامله يعني ايه؟ انت بتصوم قدام الناس وبتحتفل بالعيد قدام الناس، بس ده بالنسبه لي مش كامل، مش عاجبني،
بتقدم تقدمات في الكنيسة طول النهار تودي وفي، إنما قدام الناس أنت حي، قدام أنت ميت، تقدماتك غير مقبولة. خلينا بعد شوية نجمع خطايا هذه الكنيسة. بيقول الحل كن ساهرا. يعني ايه كن ساهر؟ يعني خلي بالك، صح ليه؟ المسيح قال صح على ايه؟ قال الموت هيجي لك فجأة زي لص، شبه الموت بلص وشبه نفسه كلص، وقال بطرس الرسول ابليس عدوكم يجود كأسد زائر ملتمسا من يبتلع، يعني زي اسد جعان مفترس مستني يهبشك. صح بقى، مش معقول اقول لكم الشيطان مصحصح لكم قوي وعايز يوقعك في اي مقلب وفي اي مغرز وعايز يغرزك في مشكله كبيره وانت مش مصحصح. في ناس طيبه ساذجه يضحك عليها باي حاجه، بيقول لك صحصح بقى الشيطان يعني نفسي يغرقك. كن ساهرا، ابليس خصمكم يقول كاسد ملتمس من يبتلعه. كن ساهر هنا بمعنى ما انتش عارف الحرام هيجي امتى. المسيح ضرب مثل كده، قال لهم لو عرفتوا الحرام هيجي امتى كنت هتسرع، انما الحرام فيه وقت وهيسرق كل حاجه. الحرام ده ممكن يكون الشيطان اللي هيسرق بديتك، ممكن يكون الموت اللي هياخدك، ممكن يكون مجيء المسيح التاني نفسه، فكون انت مش عارف في اي ساعه. فان لم تسهر أقدم عليك خلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. الكلام ده ينطبق على الأشرار، ده تهديد ليهم، إذا ما كنتش هتوب هجيلك فجأة. طب في ناس كويسين استحقت إنها تعرف ميعاد الموت. عندنا قصص كتير في تاريخ الكنيسة، فلان عرف وقال لهم أنا هموت بعد كذا، وفعلا في ناس كتير ربنا أعلمهم بالتاريخ. دول ما ينطبقش عليهم هجيلك زي لص عشان انت مش عايز تتوب. دي استحقت انها تعرف معاد، كانها مكافأة ليها. انت في المعاد الفلاني انا حكي واخدك وهنحتفل مع بعض في السماء. انما بقى اللي مش عايزين يتوبوا دول خلي بالك اسحروا لحسن هجيلكوا فجأة. ده معناه ان في ناس تانية استحقت لسيرتها الحلوة وان ربنا فرحان بيها يقول لها في اليوم الفلاني هجيبكوا. بيحكوا عن واحد راهب وهو كان دايما الرهبان لما يكون واحد بيتنيح يتجمعوا حواليه في الاخر وياخدوا منه مواعظ وخبراته في الحياه ويشوف وشه وهو بينطلق للسماء متهلل بالقديسين جايين ياخدوه. ففي واحد راهب قال لهم انا هاتوا لي ابره وفتله، جابوا لي ابره وفتله، قال لهم دي اللي انا هتدخلني الملكوت. ايه الابره والفتله دي؟ كان بيروح يخيط، كانوا الرهبان عايشين في فقر شديد، فكان يروح يخيط لهم الجلاليب القديمه، وهو اعتبر ده العمل بتاعه وهو ده الحاجة اللي خلته السنة. القديس يوحنا الزعبير فهم كان بطريرك وكان على خلاف مع الملكة. الزعبير فهم ده مرة ما كانش يهمه زي يوحنا المعمدان، فالملكة اغتصبت حقل من واحد فقير، الملكة اجتمعت في حقل واحد فقير، فالفقير ده راح اشتكى للبطرك، فالبطرك خلى الملكة دخلوا ليلة العيد في الكنيسة وقال لهم ممنوع تخشوا الكنيسة، تروح ترجع الراجل فلوسه الأول. فتغاظت منه ونفته كذا مرة وبينها وبين البطرك. في آخر جولة كانت نافياه وأيضا الحراس عذبوه في السكة وبهدلوه يعني. وصل فالمسيح ظهر له وقال له بص أنت هتصلي القداس، أنا هقول لك أهل القرية هحضر لك القداس، صلي القداس وبعد كده هتتنيح. فقال الكلام ده للشعب وفعلا راح وصلوا القداس، وبعد ما صلى القداس طلع قعد كده على البنش وتنايح زي ما قال بالظبط. ده واحد قديس استحق انه يعرف امتى، ما تنطبقش عليه ان ما كنتش هتستعد. ليه؟ لان ده مستعد على طول. فاللي مستعد على طول ده ساعات ربنا يقول له، وانتوا بتسمعوا ان ناس كتير يعني في قصه برده معاصره لاحد الاتقياء كان ساكنين في بيت كبير، وكان في البيت ده فيه كاهن يعني كذا يعني زي في كذا شقه والكاهن ساكن في الشقه. الساعه مش عارف 2 بالليل ولا ايه طلع سقف وقال لهم هاتوا لي صحوا لي ابونا. ابونا ده ابن اخوه او قريبه كده يعني، صحوا لي ابونا دلوقتي.
جرى لك ايه يا عم فلان؟ هاتهولي يا ابونا دلوقتي. صح ابونا الراجل الكبير عايزك في ايه؟ قال له خده، قال له انا سيبوني مع ابونا الواحد عايز اعترف. اعترف، جرى لي التحليل بسرعه بسرعه. ابونا نفسه بيحكي يعني مطنيع برضه، بس الحكايه مكتوبه يعني بقى خايف وهو بيقرا التحليل، قرا التحليل خلص التحليل مات فيه. طب ايه معناها دي؟ ما احنا انه عارف ان هو دلوقتي هيتنيح، دلوقتي قرر التحليل خلاص القصه دي خلصت. فالله بيعلن لقديسين كتير. واحد تاني برضه كان من الرهبان عمل لهم كده بس مش على متر اربعة، فما فهموش، طلع انه بعد اربعة ايام هيتنيح. كان يعني مش قادر يتكلم، فالرهبان يعمل لهم كده أربعة، إيه أربعة دي؟ طلع إنه بعد أربعة أيام، وفعلاً بعد أربعة كل ما يكلموا يقول لهم خلاص، تاني يوم يعمل لهم كده، تاني يوم يعمل لهم كده، خلص خلاص، بعد أربعة أيام تنايم. فالله بيعلن لناس كتير، لكن بيقول هنا إذا أنت ما كنتش هتتوب، إذا مش ناوي تفوق بقى، أنا هضطر أجي لك كنص، يعني في أي وقت بقى بدل أنت مش عايز تستعد، فكن ساهراً واستعد. لما المسيح شاف التلاميذ ما قدروش يسهروا معاه، جاء معاتبهم، ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة؟ مش قادرين تسهروا معي ساعة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. قصده هنا اسهروا يعني مش اسهروا دم متأخر، يعني خليكم يقظين. يعني أنا أقول لك الحرامية في كل مكان وأنت مش عايز تاخد بالك، أقول لك خلي بالك هنا في ناس بتسرق الموبايلات، تقعد تحط لي الموبايل كده وتسيبه وتطلع بره، ما هعمل لك ايه؟ الشيطان ناوي يسرق منك اي حاجه كويسه. ده صح صح ولا مفيش فايده؟ كن ساهرا وشدد ما بقي، معناه ان لسه في حته باقيه يعني، ودي ممكن تسموها رساله رجاء، يعني لسه في رمق. في سفر زكريا في هوشع رئيس الكهنه قال له أليس هذا شعلة منتشرة من النار؟ دي كانت معناتها إيه؟ زي ما يكون واحد رمى حتة خشب، فالحتة خشب ابتدت تولع، بس قبل ما تتحرق خالص لسه فاضل فيها حتة ما اتحرقتش، فراح واحد واخدها كده منتشرة من النار، قال له ده مالكش دعوة بيه، يعني لسه في منه رجع. يعني كأن إحنا كلنا قدام ربنا بقينا وحشين قوي، بس لسه في حتة كويسة. الحتة الكويسة دي عند ربنا مهمة قوي، بيقول لك شدد ما بقي. في واحد تقول له ما بتصليش الكنيسة، ما بتكلمش ربنا، يقول لك أنا مكسوف من نفسي وأنا عارف إن أنا وحش، أنا بعمل كل حاجة وحشة، مكسوف. قول له كويس أوي، هي دي وحدها حاجة كويسة كويس مبدئيا، إن أنت مكسوف وإن أنت عارف إن أنت مش كويس وإن أنت فاهم إن أنت مزعل ربنا، لحد كده هناك رجاء. لكن في بقى التانيين يشربون الاسم كالماء، يعني بيعمل اي خطيه كانه شارب كوبايه ماء، مش فاكر يعني عمل ايه، ما فيش حاجه، ده العادي. فدي بقى المشكله. لكن طالما انت تشعر ان انت كده غلط وان انت كده مزعل ربنا، بس حلو قوي كده، يبقى هنا في فتيله مدخنه. المسيح يعني انت لو شفت حته عصايه مكسوره في الشارع هتمسكها تكمل عليها خلاص، المسيح يقول لا انا اخدها الحمها في حته تانية بتبقى كويس. لو في فتيله مدخنه يعني شمعية خلاص اتطفت بس لسه فاضل فيها النار كده، لا كويس ربنا مستعد بياخدها ينفخ فيها تاني وتولع تاني بدل ما يكمل عليها ويصفيها. احنا لما بنشوف واحد يعني مفيش فيه غير حاجه يعني لا تذكر كويسه، خلاص مش شايفين مش عايزين نشوف. ربنا بيبص على العكس، ان كانت فيك فتيله مدخنه فشدد ما بقي، في حته صغيره فاضله فيك كويسه شددها وإن شاء الله هتقوم، كأنه برضه بيشجع، شدد ما بقي. الذي هو عتيد أن يموت، يعني شددها اللي هي كمان لو استنيت شوية كمان الحتة كويسة دي كمان هتروح. لغاية دلوقتي أنت عارف إن أنت خاطي وعارف إن أنت مزعل ربنا ومتضايق من نفسك كويس، بعد شوية كمان هتلاقي الإحساس ده بقى، ولا هتبقى متضايق ولا هتبقى عندك اي مشاعر وحاسس ان هو كده كويس وايه يعني ما كل الناس كده. فشدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت لاني لم اجد اعمالك كامله امام الله. يعني هنا دي نقد لازع، انت كل اعمالك دي مش مظبوطه،
انت وكنيستك كلكم بتمثلوا عليا، بتصلوا منظر بس، بتصوموا منظر بس، بتحتفلوا بالاعياد عشان اي حاجه، بتساعدوا الناس رياء عشان تقولوا ان انتوا بتساعدوا الناس، محبه شكليه وقلبكم كله كره، اعمالك مش كامله، كل حاجه بتعملها اي حاجه، مفيش حاجه بتعملها من جوه، فانا مش عاجبني. لم اجد اعمالك كامله امام الله. مش معنى امام الله، لان المهم امام الله، جايز اعمالك كامله امام الناس لكن قدام الله لا. عشان كده نلاقي الانجيل لما جه يتكلم عن زكريا ابو يوحنا المعمدان يقول لك وكان كاهن وهو وزوجته اليصابات بريني امام الله. ايه امام الله دي؟ يعني المهم ان الله هو اللي شايف ان هم برين. جايز الناس ما تعرفش، جايز الناس مش عاجبها اي حاجه، مش مهم، انما امام الله برين. فهو هنا بيقول له لم اجد اعمالك كامله امام الله، هي مش كامله قدام ربنا، جايز قدام الناس مش عارفه، الناس فاكراها كده مظبوط وكتر خيرك وانت بركه كبيره وانت منظر بس. طب العلاج هو على طول دخل في النقد، انا عارف اعمالك، ليك اسم انك حي وانت ميت، اسهر وشدد اللي بقي اللي كمان هيضيع، اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتوب. وبعدين تهديد، فاني ان لم تسهر اقدم عليك قدس ولا تعلم اي ساعه اقدم عليك. فاذكر كيف اخذت، اخذت ايه؟ اخذت ايه تفتكر؟ ازاي اخذت المعموديه وازاي اخذت البنويه وازاي اخذت البرج الجهنود؟ اذكر كيف اخذت، ده انت اخذت كتير قوي من ربنا. اذكر كيف اخذت، على فكره برضه بطرس الرسول يقول لك خلع مسكني قريب، وبرضه بولس الرسول يقول انني لان اذكر سكيبا ووقت الحلال قد حضر، خلاص عارف انه هيتنجح، ربنا اعلمهم يعني ما جاش عليهم الموت خلاص. اذكر كيف اخذت، اخذت يا ما ربنا ادانا نعم. افتكر وانا وقفت معاك قد ايه في حياتك، كام ازمه مريت بيها ونجيتك، مش واحد زهقان من عيشته وخلاص جاله اكتئاب وربنا يقول له انت نسيت انا عملت ايه معك في حياتك. لما تراجع تاريخ حياتك هتلاقيني ياما اديتك حاجات كتير قوي، وياما وقفت جنبك، وياما دخلنا في مشاكل مع بعض وطلعنا، انت ليه بتنسى ده كله ودلوقتي الدنيا بتسود في عينيك؟ اذكر كيف اخذت وسمعت، كم مره سمعت كلامي، وكم مره سمعت قصص عن المسيح، كم مره تخش الكنيسه وتسمع كلام الانجيل، وكم مره سمعت دروس من الحياة، مش سمعت كتير وياما سمعنا. واحفظ يعني نفذ، وتوب، توب دي معناها ان في خطية. يبقى لما نراجع الكنيسة دي هنلاقي انها عايشة في الرياء، لك اسم انك حي وانت ميت، وتوب قدام الناس ان هم كويسين، لكن ربنا بيقول لك ايه، انا عارف كل حاجة، توب معناها في خطية في الداخل، توب، توب بقى. كسلانين ومش بيتوبوا وعايشين في الرياء، وتوب فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك كلص. مثلا فاكرين داود النبي لما عمل خطية قتل واحد عشان يجوز مراته، وبعد كده سكت نفسه وخلاص ونسي، فربنا بعت له نسان النبي عشان يفوقه، قال له عندنا واحد في المملكه عايز اخد رايك في موضوع، واحد خد كان عنده نعجات كتير، واحد تاني كان في ايه ما عندوش نعجه واحده، فاللي عنده نعجات كتير طمع في اللي عنده نعجه فخدها منه، قال له عندي انا في المملكه الكلام ده ظالم مفتري، ده لازم يموت. قال له يعني يموت؟ قال له اه. قال له طب انت اللي عملت كده؟ ففاق بقى نفسه وابتدى يقول المزامير بتاعه التوبه، وكانه كان عايز واحد يرجعه. وربنا قال له مره ثانيه داود كده وهو في عز مملكته، قال انا نفسي ابني بيت لربنا، اشمعنى انا ساكن في قصر وربنا ساكن في خيمه، ابني له هيكل فخم كده.
فراح ربنا بعت له رسالة النبي برضه يقول له ايه، اذكر كيف اخذت، وكيف اخذتك من ورا الغنم وعملتك، انت نسيت انت كنت مين دلوقتي، أأنت تبني لي بيتا؟ زي ما يكون مثلا ايه ابنك الصغير كده وربيته ولسه زي في ثالثه ابتدائي ولا حاجه، يقول لك بابا لو احتجت اي حاجه انا جنبك. تقول له يا واد اسكت انت، انت هتعملها عليا كبير، لو عوزت اي حاجه انا مش هسيبك. ولا انت مثلا تكبره كده ويبقى معاه قرش يقول لك انا مستعد اساعدك، انا اللي عملتك. فتخيل مثلا ربنا عمل داوود كان راعي غنم وخده وعمل له مملكه وخلاه عظيم، يقول له انا بقى هبني لك بيت. قال له انا مش عايز منك حاجه، أأنت تبني لي بيتا؟ اذكر كيف أخسر، افتكر بقى أنت أصلك إيه؟ أنا اللي جبتك من ورا الغنم وعملتك، أنت كنت راعي أغنام. فإحنا ساعات بنعمل الحركة دي مع ربنا، اذكر كيف أخسر. يجي واحد ربنا إداله، أنا مستعد أدي الكنيسة. ربنا يقول على فكرة الكنيسة إن أنا اللي عملتك على بعضك، مش عايزين منك حاجة خالص. إحنا بنقبل في لسان الأرملة وبنشكرها، وإنما أنت مش عايزين منك حاجة. ده انا ممكن اسحب منك كل اللي عندك ده في خبطه. انت اذكر انت مين انت. ما تجيش مثلا تبقى انت لسه تايب امبارح وتشوف واحد في الخطيه وتمشي تعيب عليه. يا عم انت امبارح كنت زي ده، انت يا دوب اذكر كيف خس، انت كنت مين. زي مثلا 2 مرضى في المستشفى، فواحد بيعرج ورجليه مطلوب بعدين يتعالج وخف، يمشي يشوف واحد تاني بيعرج يمشي يضحك عليه. نعم نسيت انت، ما انت امبارح كنت بتعرج، الاولى اتعملت لك العمليه وبقيت كويس، دلوقتي مش عاجبك التاني مش عارف يمشي. ينفع واحد تاني يدين واحد تاني؟ فاكرين يوحنا المعمدان لما قال لهم يا اولاد الافاعي اصنعوا ثمارا تليق بالتوبه، بقى انتوا لو تائبين تعملوا كده في بعض. واحد كان عليه دين كبير قوي وربنا سامحه، لما يشوف واحد تاني عليه دين صغير يسامحه ولا يقول له تدفع اللي عليك؟ والمسيح نفسه ضرب المثل ده، اسمه المثل في متى 18 فاكرين؟ قال واحد واخد فلوس من ناس كتير قوي عليه مديون، وقعد يبكي لسيده فسامحه، خرج لقى واحد مديون بحاجه قليله قوي، قال له تدفع اللي عليك، فبكى زي ما هو بكى، قال له لا مش عليا انا الكلام ده، وراح موديه السجن. فسمع السيد الاولاني نادى التاني وقال له بقول لك ايه، العفو اللي انا اديته لك رجعت في كلامي، بقى انا ربنا مسامحك في كل الخطايا اللي بتعملها دي، وانت مش عايز تسامح اخوك في اي خطيه بيعملها، وغضبانه ومش طايق تكلمه ومش عايز تشوف وشه، وحاجز الله ما بينك وما بينه، وانا ربنا بتعمل معايا كل يوم كل مصيبه وتانيه، وتقول لي انا غلطت اقول لك خلاص مسامحك، انا طول النهار سامح فيك وانت مش عايز تسامح حد. اذكر كيف اخذت العفو، وزي ما انت اخذت العفو ادي العفو لغيرك. افتكر انا بعمل ايه معاك عشان تعمل كده مع غيرك. شوف انا سترت عليك كم مره، كم مره كان ممكن تتفضح تبقى مشكله كبيره قوي، وانا سترت عليك خالص، انت بقى تستر على الناس ولا داير تفضح في الناس؟ اذكر كيف اخذت مني كم مره، كم مره كنت في ضيقه وانا فكيتها لك. لما تشوف واحد في ضيقه تضيق عليه اكتر وتشارك في الضيقه، ولا اذكر انا نجيتك كم مره ساعد ان الناس تنجو زي ما انا بنجيك؟ اذكر كيف اخذت، انا اللي عملتك، وتوب. ان لم تظهر، اذا ما كنتش بقى تصحصح وتفوق، انا هضطر اجي لك خلاص. عندك اسماء قليله في سردس لم ينجسوا ثيابهم. احنا النجاسه عندنا في العهد القديم كانت حاجات كتير قوي، اللي هي ميت اللي عليها الدوره، اللي عندها مش عارف تمسك اكلات معينه تنجس. دلوقتي مفيش الكلام ده، الحاجه الوحيده اللي تنجس في العهد الجديد خطيه. فهنا بيقول عندك اسماء قليله في سردس لم ينجسوا ثيابهم، وده يفكرنا بان المسيح لما قال انتم قطيع صغير، قطيع صغير يعني ايه؟ انت ولادي ولاد ربنا دايما الا في وسط مجتمع كبير ماشي في اتجاه غلط، احنا ماشيين عكس التيار، عشان كده التيار بيخبط فينا وبنخبط في العالم. العالم يقول الفلوس اهم حاجه، احنا نقول الفلوس تحت رجليك ولا يهمك من الفلوس، اذهب وبيع كل اموالك وتعالى اتبعني. العالم يقول السلطان
القوة، إحنا نقول إيه؟ السلطان هو سلطان الروحي، العالم يقول اللي ينتقم إحنا بيسامح، الغني هو المهم إحنا نقول مش مهم، إحنا بنهتم بالفقراء والمساكين، مصممين إخوة الرب. كل ما بدأنا عكس ما بدأ العالم، فعشان كده أنتم قليلين، عندك أسماء قليلة، أنتم دايما قليلين، دايما قليلين ومضطهدين لأنكم عكس كل الناس. لما كنا أيام نوح كنا قليلين، ليه؟ كان نوح بس والعيلة بتاعته والباقي كله غلط. لما جينا أيام لوط كانت كل الناس في الخطية في سدوم وعمور، مفيش إلا لوط، ويمكن حتى عيلته مش قوي ومراته راحت وأولاده برضه مش قوي، يعني لوط بس. يعني كل البلد وحشة، واحد بس اللي كويس، نوح بس اللي كويس وكل الناس وحشة. لما كنا أيام دانيال والثلاث فتية كانت كل الناس في الأوثان والخطية، ودانيال بس والثلاث فتية هم اللي كويسين، شايفين قد إحنا قليلين. يقول لا تخاف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، ما تخافش، أنا أنتوا صغيرين بس أنا عارفكم بالواحد. إذا كان العالم فيه مليارات للهلاك، لو فيه بس ملايين والمختارين هم دول، طبعا بقول أي أرقام يعني، لكن عايز أقول إن النسبة قليلة أوي، نسبة المختارين أقل بالنسبة للهالكين للأسف. نسبة اللي داخلين السماء أقل بكثير من نسبة اللي داخلين في الباب الواسع، اللي داخلين في السماء من الباب الضيق. قال لك الباب الضيق وقليلين هم الذين يجدوه، إنما الباب الواسع كثير وآخرته هلاك. يعني الأغلبية ماشية في الطريق الواسع. عندك أسماء قليلة بس أنا عارفها، لم ينجسوا ثيابهم، إحنا في العهد الجديد. يعني النجاسة جت من إيه؟ ممكن من زنا، ممكن من عبادة أوثان. طيب النجاسة دي في العهد الجديد جت من الزنا، هل معنى كده ده ينجسوا ثيابهم؟ يعني معنى كده إن المتجوزين غلط أو الفاسولين بس هم اللي صح؟ في التجلي كانوا الاثنين مع بعض، في متزوجين وأقدس من مش متزوجين، ملهاش علاقة. لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. هيمشوا معايا في ثياب بيض. الثياب البيض دي جات كتير ورمز للنقاوة ورمز للطهارة، عارفين أي حاجة بيضة في الكتاب المقدس رمز للطهارة والنقاوة. الثياب البيض دي كلنا خدناها إمتى؟ في المعمودية، متفقين. كلنا تعمدنا وأخدنا الثياب البيض في المعمودية. طب واتنجسنا بعد كده بالخطايا والذنوب، حصل إيه في الثياب البيضة؟ اتسخت. طب ننظفها إزاي؟ التوبة، حتى إن الآباء قالوا دموع التوبة كأنها معمودية ثانية. إحنا ياما خدنا ثوب الأبيض لكن ما حافظناش عليه. طب نرجعه أبيض إزاي؟ نغسله إزاي؟ نتوب. معايا؟ طيب المسيح نفسه ضرب مثل مهم أوي. قال كان في واحد عامل عرس وعمل عشاء للمدعوين، وقال بعت لكبار البلد عشان ايه، فواحد اعتذر وواحد اعتذر ومهم ما حدش جه، فراح عمل ايه؟ قال للعبيد بتوعه روحوا ونادوا اي حد ماشي في الشارع وهاتوهم، امال الاكل ده هنوديه فين؟ العشاء متعد. فدخلوا، خلي بالكم من الحته اللي جايه دي، فدخلوا كلهم. وبعدين راح المسيح مطلع واحد وقال له يا صاحب كيف جئت ها هنا ليس عليك ثياب العرس؟ يعني ايه بقى؟ كل اللي دخلوا كان عليهم ثياب العرس. يعني ايه ثياب العرس؟ المثل ده المسيح كان قاصد بيه ايه؟ كان قاصد الكتبه والفرسين واليهود عموما. اليهود بعد ما رفضوا المسيح ادعوا انهم يخشوا العرس والسماء، فاعتذروا عن السماء برفضهم للمسيح فما جوش. فراح المسيح لمنا من الشوارع، لم الامم وكل الوثنيين من الشارع، قال هاتوا اي حد. طب اي حد ده يخش منين؟ من الباب. يخش من الباب يعني المسيح قال انا هو الباب، باب اللي هو الايمان بالمسيح والمعموديه، ويلبس ثياب العرس. كانه وقف كده عبيد على باب العرس، اللي عايز يخش ومتسخ ما هو امم او يعني ما يعرفش المسيح، يؤمن بالمسيح ويتعمد ويخش. طب المسيح بعد كده راح دخل لواحد وقال له يا صاحب انت بقى ما عليكش ثياب العرس،
مش قال له لماذا جئت إلى هنا، قال له إيه؟ كيف؟ أنت إزاي جيت هنا؟ يعني أنت واضح إن أنت داخل مش من الباب. لو داخل من الباب كنت اتعمدت وكنت لبست لبس أبيض وكنت توبت وكنت جيت. أنت إزاي جيت هنا؟ طلعوه بره. واحد مش مؤمن، مش مؤمن بالمسيح، مش واخد المعمودية، أنت إزاي جيت هنا؟ أنت أكيد تسللت، اطلع بره. فاهمين المسيح كان قصده إيه من القصة دي؟ يا صاحب ليس عليك ثياب العورس، انت تطلع بره، انت ازاي جيت هنا؟ نرجع للثياب البيض، اقول لك سيمسون معي في ثياب بيض، ثياب البيض دي جت كذا مره في ترويا. موكب المنتصرين. يقول لك سيمسون معي في ثياب بيض، في رؤيا 4 يقول ايه؟ وحول العرش 24 عرش، ورأيت على العرش 24 قسيس جالسين متسربلين بثياب بيض على رؤوسهم أكاليل دهب. ورؤية 6 يقول لك أعطوا كل واحد ثيابا بيض وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. رؤية 7 بعد هذا نظرت إلى جمع كثير لم يستطع أحد من كل أمم والقبائل يوقفون أمام العرش أمام الخروف متسربلون بثياب بيض. يعني جت كذا مرة حكاية ثياب البيض دي رمز للمؤمنين الذين تعمدوا. طب ما احنا مؤمنين وتعمدنا وثيابنا اتسخت، يبقى نعمل ايه؟ توبه. ولما تتغسل الثياب مش بترجع يعني مبقعه، خلاص بترجع كانها جديده. عشان كده قال لك التوبه تجعل الزناة بتوليين، يعني ترفع واحد زاني لدرجه البتوليه. التوبه تغير 180 درجه كل الموقف. فازاي نلبس الثياب دي بعد طبعا الايمان وبعد التوب بعد المعموديه؟ اننا نتوب كل يوم، كل يوم نغلط وكل يوم نتوب. ومن هنا الكنيسه عملت لنا يعني قداسات يوميه. ليه؟ عشان احنا كل يوم كل يوم محتاجين، كل يوم محتاجين الغذاء الروحي. هذا هو قوت السماء، هذا هو خبز الحياه، نتقوى بيه. عشان كده بنتناول على قد ما نقدر عشان نتقوى اننا نقدر نتوب. التوبه يعني عايزة دعم. عندك أسماء قليلة في سردس لم ينكسوا ثيابهم فسيمشون معك في ثياب بيض لأنهم مستحقون. مين يستحق كلمة مستحقين دي؟ شوف لما المسيح يقول دول مستحقين إن هم يلبسوا ثياب البيض. عارفين أكسيوس وأكسية اللي إحنا بنقولها دي؟ أنت تبقى أكسيوس وأكسية لما تكون في نظر الله تبت فعلا، تستحق كل حاجة قدام الله، تنال الاستحقاقات دي بالتوبة. والمكافأة ايه؟ لن أمحو اسمه من سفر الحياة. يعني يقول ايه؟ وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته، لن أمحو اسمه من سفر الحياة. وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته، مش همحو اسمه. يعني مش همحو اسمه؟ هو في أشخاص محيت اسمهم من سفر الحياة؟ يهوذا مثلا مش ده كان اسمه مكتوب في سفر الحياة وهو بنفسه اللي شطبه؟ في تشبيه كده بيقوله مثلا لو أنت قلت لواحد عامل حفلة وبعدين قمت تخش منعوك من الدخول وقالت معلش دي الناس الكبار والناس المهمه، فراح رئيس البلد بنفسه شاف اللسه وراح كاتب اسمك، تخش ولا ما تخشش؟ تخش. جيت بقى انت ساعه معاد الحفله ده انا مش فاضي، هنعمل لك ايه؟ اسمك مكتوب بس انت اللي مش عايز تيجي. فاحنا كلنا اسمائنا مكتوبه في سفر الحياه، بس هنعمل ايه اذا انت جيت؟ زي ما المسيح ضرب مثل وقال له اصلا النهارده متجوز، والتاني قال له النهارده مش عارف اشتريت فدان، التاني اشتريت بقر وعايز امتحنها، اتعللت لاي حاجه وانت اللي ما رضيتش تيجي. انت اسمك فعلا مكتوب في سفر الحياه بس فاضل ان انت تيجي. زي اللي يكون دعوه العرس موزعين فلوس الدعوه، موزعين 200 كارت انما اللي حضر 100 فرد. انا عملت اللي عليا، بعت 200 كارت بس اللي حضر 100، المية دول استجابوا للدعوة وهم أنا ما شفتش اسمهم، ولو كان جه ومعاه الدعوة من على الباب كان هيخش بس هو اللي ما جاش. فإحنا اللي ساعات بنشيل اسمنا من سفر الحياة، يعني ساعات ربنا ما يشيلش الاسم من سفر الحياة بس أنت اللي تقرر.
معاك كارت الدعم ومن حقك تيجي، ولو جيت هيدخلوك زي حاجز تيكت الطيران، ولو جيت الطيران خش، بس انت ما قابلتش هنعمل لك ايه؟ احنا عملنا اللي علينا، شركة الطيران كانت مستعدة تيجي في ميعادك، الطيارة جاهزة، انت ما قابلتش. وبيقول حتة حلوة، سأعترف به أمام أبي وأمام ملائكته، وممكن ما اعترفش بيه، قال اه من ينكرني هنكره. يعني تصور ان انت تيجي تقول له ده انا، يقول لك ما اعرفش، ده انا اللي كنت بعمل خدمه، ده انا اللي كنت الناس بتقول عليا راجل قديس، ما اعرفش. انما اللي هيعمل هيتوب وهينقي نفسه ويستعد ويكون حذر، هكتب اسمه في سفر الحياه يعني، وهعترف بيه قدام الناس، اقول له تعالى ايوه اهلا وسهلا انت مستنيك. احنا بنصلي في وشيط الخارجين نقول ايه؟ وكما ذكروا اسمك القدوس على الارض اذكرهم يا رب في ملكوتك. الجمله دي جميله قوي، احنا اسمنا مكتوبه في سفر الحياه، ولكن المهم ان احنا نثبت هذا. فاكرين زمان كانوا بيقولوا طبعا النتيجه خلفت، زمان كانوا يعلنوا النتيجه في المدارس كده بطريقه بدائيه في الميكروفون، يقولوا اسماء وكل واحد قاعد مستني اسمه وسمع اسمه ايه. دلوقتي طبعا بقى في النت وكده، او برضه نفس الطريقه بتطلع في النت وبتدور اسمك نزل، اسمك مكتوب ولا مش مكتوب؟ اه انت اسمك مكتوب، المهم ان انت تيجي اصلا. المكافاه هنا، الكنيسه دي هي كنيسه رياء وبصريه، انت من جوه كل الخطايا موجوده ولكن شكلك كويس وعايش، بس انت مش عايش. يقول له توب، علاجك التوبه، انت خطيتك الرياء وعلاجك الوحيد التوبه، ولو تبت مكافاه كبيره هعترف بيك في السماء ومش هشيل اسمك، مع ان انت ما فاضلش فيك الا حاجه بسيطه كويس، بس شددها وانا معاك، ما تخافش انا معاك، وهننفخ في صوتك والحاجه الوحشه دي هتتكمل وهتبقى كويس. لو استسلمت بقى وقلت، الشيطان دايما في الوقت ده يقول لك شايف انت ايه، انت احسن لك موت نفسك، موت نفسك وارتاح. ده مش ممكن يكون صوت ربنا طبعا، انا لو منك ما مكلمش حد. كم مره حاولت تبقى كويس؟ طب عرفت تبقى كويس؟ كم مره حاولت تتوب؟ طب بذمتك انت قدرت تتوب؟ تفتكر نفسك هتقدر تتوب؟ ايه رايك بقى انت مفيش فايده ليك؟ طب ايه رايك كمان ان الدنيا كلها كل الناس بتكرهك وانت بتكره كل الناس؟ وانت وحيد ومش لاقي حد يعيش معاك ولا، وايه رايك ان انت يعني، انا لو منك انا زهقان، انا مش عارف اعمل ايه، انا الاول مش عارف تروح تسكر تشرب سجاير، تلاقي نفسك مش مبسوط ولا حاجه هتبسطك، انت ازاي تموت نفسه؟ وهو بيتخنق عليك زي ما زن على يهوذا. هو يهوذا ده رغم كل المصيبه اللي عملها دي انه انكر المسيح، غلط كذا غلط، اولا ساب الافكار الشيطان تستولى عليه، انا فعلا عملت عمله، يا نهار ابيض ايه اللي انا عملته ده، ده انا احسن لي موت نفسي. وكمان عمل عمله اسوا، انه راح للشخص اللي غلط، راح لليهود اللي هم اللي بعول المسيح، قال لهم خد الفلوس مش عايزها، قالوا له مالناش دعوه، ماذا علينا انت ابصر، الفلوس اتدفعت وخلاص، عملوا نفسهم شرفاء قوي، الفلوس دي فلوس دم ما ترجعش، ما تخشش الهيكل عندنا حرام، دي فلوس دم. يا سلام، ما هو انت رحت الناس غلط. طب ايه رايك لو انت كنت عملت زي بطرس وجريت على المسيح وركعت له قلت له انا بعتك، انا استاهل، اعمل فيا اللي انت عايزه، كان هيحصل ايه؟ هقول له خلاص يا ابني حصل ايه؟ انت كنت بتتمم الفداء وانا ما شلتش اسمك ومش عايز اسيب اسمك، انت ايه 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 الياس اللي انت دخلت نفسك فيه ده؟ انت بس سبت نفسك الافكار غلط ورحت الناس غلط غرقوك كمان، قال لك برافو عليك روح مش شغلنا، انت بعت والعمليه اتعملت وخلاص. فمضى يائسا وخنق نفسه ولا شنق نفسه خلاص، وقال لك خير له لو لم يولد، يعني كان احسن له ما اتولدش. طب ما كان ممكن قوي الدنيا ما ضاعتش، فكان يائس من كل حاجه، ده لو كان راح للمسيح وركع له كده وقال له يعني مش عارف اقول لك ايه، قال له خلاص. واحنا من امتى؟ من امتى عايزين احنا من انا ما جئت له عشان احاسب، انا مش جاي، انا مش فرحان ان انت تهلك، ده انت اللي مصمم تهلك نفسك، ده انت ان كان فيك فتيله واحده بس مدخنه انا مستعد انفخ فيك، انت ليه بتيأس بدري؟ فالرساله دي جميله، دعوه لعدم اليأس، حتى ان كان الواحد ما فيهوش الا حاجات لا تذكر كويسه، دي قدام المسيح كبيره قوي،
بقول لك على فكرة، طالما إن أنا ما جيتش عليك كلص وأخدتك، أنت مش بتسمع كل يوم كام ناس تنيحت وكام ناس اتاخدت في حوادث وكام ناس ماتت ما كانش على بالها إنها هتموت؟ طالما إن أنا ما عملتش معاك كده معناها إن أنا سايب لك فرصة، فإن كان فيك حاجة كويسة شدد ما بقي، وإلا بقى أنت حر، أنت اللي هتختار. ربنا يدينا الاستعداد والسهر لأن كل من الكرم والأبد أمين. دي رسالة كنيسة صلى كده كريستين. نقول أي ترنيمة كده ولا حاجة؟ نقول أي ترنيمة كده. قول أي ترنيمة، هقول ترنيمة حلوة كده.